جيد. حتى الفرق بين نشأة المثال وعالم العقل. في نشأة المثال إذا كان شيء للسمع فعلا يقدر يصف له رؤية. الآلة المختصة بالسمع بعد نستطيع أن نرى بها أو لا نستطيع. وهذا النظام تكويني ترى لا يختلف ولا يتقول، ولا تتصور لك في يوم بالاشتباه السمع يقول أنا أشوف. لو البصر يقول أريد ماذا؟ أسمع. لو الذوق يقول ماذا؟ أبصر. أبدا ولا يقع التخلف، نظام تكويني هذا. فلهذا أنت لا تستطيع أن تسمع إلا بالأذن وبالقوة السامعة، ولا تستطيع أن ترى وتبصر إلا بالعين وبالقوة الباصرة. طبعا العين والبصرة اثنين أذن تسبحت في محل الآخر. قوة الباصرة من سوى النفس، البصر أداة ووسيلة لتلك القوة. فتتعال إلى نشأة العقل. من نصعد إلى نشأة العقل بعد الموجود العقلي سنخ موجود بشيء واحد يرى ويسمع وكل شيء بواسطة وجود واحد. تقول شنو هذا معقول؟ تقول بلي معقول. وخير شاهد أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى أو لا، ولكن يسمع بغير الذي يرى أو يسمع بنفس الذي يرى. كل شيء بكل وجوده هو علم وقدرة وسمع وبصر إلى غير ذلك. وهذا الوجود كلما يصعد في سلم الوجودات نجد بأنه ماذا؟ الكثرات تبدي تقل. وكلما ننزل في سلم الوجود نجد أن الكثرات ماذا تبدأ؟ تزداد. هذه نصعد وننزل الملاك شنو؟ الملاك القرب من الله والبعد من الله. وده عبر أن نصعد وننزل نترقى ونتسافل. هذا نترقى الملاك شنو ونتسافل الملاك شنو؟ الملاك والقرب الإلهي. كلما اقتربنا منه كلما زاد الوجود شدة وقلت الكثرات والخصوصيات والوجود أقوى. وكلما ابتعدنا منه ضعف الوجود وزادت الكثرات أو الكثرات. إذا اتضحت هذه الحقيقة من هنا أنت يتضح لك. التفت جيدا، أنت جنابك عندما تأتي وترى في النوم أنك تشرب اللبن، أهل التعبير ماذا يقولون؟ ها؟ ليش؟ شنو علاقة اللبن بالعين؟ وليش بالنوم ما ترى أنك تتعلم؟ لماذا ترى أنك تشرب اللبن؟ لأن الحقيقة العقلية لا قالب لها. عندما تنزل من عالم العقل تحتاج إلى قالب، تظهر لك بقالب معين. بس هذا القالب إما ماء إما لبن إما أعمال كذا وكذا. هذه بعد في عالم في كتب التعبير وتعبير النوم والرؤية مذكور. إذا رأيت كذا فكذا، إذا رأيت كذا فكذا، هذه مو جزئية هي وضع مثل أنا وضعته لهذا الكتاب لهذا الشيء اسمه كتاب. هذا مو أمر اعتباري. الحقائق العقلية، الحقائق العالية والمتعالية عن ذهن الإنسان إذا أرادت أن تتنزل لكي يدركها الإنسان وضع فيها خالقها نظاما حتى يستطيع أن يستوعبها الإنسان، ولا لا يستطيع. أي ضع فيها الصورة فيها الصورة، في هذه الصورة في هذه الصورة. فلهذا تجد أنه أهل الرؤيا يقول إذا رأيت في الرؤيا أنك تختم على أفواه الناس، أنت عملك شنو يقولون مباشرة؟ يقولون أنت مؤذن. عجيب، شنو علاقة المطلب؟ يقول ها مو المؤذن عندما يقول الله أكبر الناس لابد أن يمسكوا على الطعام، لو ما يمسكون على الطعام. والحقيقة هي الحقيقة من الحقائق هي، ولكن عندما تأتي في النوم تأتي ماذا؟ بقالب وصورة معينة. مثلا في كتب الرؤيا يكتبون هذا المطلب، يقولون إذا وجدت أنك تعلق الدر على أعناق الخنازير، شنو تعبيرها؟ فوجدت نفسك أنه أنت في النوم تأتي بهذه الدرر الثمينة، ولكن أين تعلقها؟ تعلقها على أعناق حيوان، خنزير أو حيوان.
حيوان آخر. مباشرة أهل الخبرة يفسروا لك إياها، يقول هذا معناه كأنك تعطي الحكمة لغير أهلها. في هذا الكتاب المطبوع مع ابن سيرين تراجعوه، هاي كتاب لطيف ها. طبعا لا تعتمد، لا تتصورون بأن أحلامكم تقدرون تفسرون من خلاله كما يتصور البعض خطا، لأن كل واحد إلى نظام الخاص. هذه أكو مشتركات وعندنا مختصات، هاي المختصات يلي تعبر وإلا مو المشتركة. تعبير تحتاج فهم خصوصية الإنسان، لا تروح كل مكان تعبر نومك وإلا لعله قضي الأمر الذي فيه تستفيد بمشاكل. كل مكان لا تروح تعبر نومك أولا، واللي تروح تروح يما تيجي يعبر لك لابد يعرف كل خصوصياتك، وإلا نوم واحد عند شخص يكون خير نفس هذا النوم عند شخص آخر بمواصفات يكون شرا عليه. واحد من أساتذتنا الكبار لعلهم ما يقبل أجيب اسمه قال أنا رأيت نفسي في النوم في مجلس الدرس أدرس وعلى المنبر وآلاف التلاميذ جالسين وأنا عار من كل شيء على المنبر، فأرقني هذا النوم كثيرا. النوم يشهد على منبر رسول الله إنسان يكون عاري شنو؟ من الأساتذة المعروفين كنت في خدمتي يقول أنا أعتقد بشخص ذكر لي اسم من الذين يعتقد هو أيضا بأنه معبر جيد، قلت اتصلت به قال لا تخف، هذا علامة إخلاصك أنه تصعد المنبر وأنت معرى من كل جار ومقام وإلى إلى. فاكتفتوا جيدا تعبير الرؤية. مثلا هذه في ابن سيرين مذكورة، أنا أذكر هذه المطالب حتى الإخوة يلتفتون بأنه الحقائق من تتنزل كيفتكم. شخص يقول رأيت في النوم، جاء لابن سيرين يقول رأيت في النوم بأنه أخذ البيض وأخرج الصفراء منه وأأكل البيضاء فقط. شنو تعبير؟ قال استغفر الله. قال له يا ابن سيرين لماذا؟ قال لأنك شخص تذهب في الليل إلى الأموات وتخرج أكفانهم وتبيعها وترتزق. والواقع كان كذلك، فشغله كان الليل يروح إلى القبور اللي جايبيه جديد دابني يطلعه يأخذ الكفن ماله يبيعه ويعيش من هذا. الحقائق من تتنزل من العلم الربوبي إلى عالم العقل تأخذ كسوة، تأخذ لباسا، تأخذ نشأة خاصة بها، ثم من تتنزل من عالم العقل إلى عالم المثال تأخذ قالبا، ثم من تتنزل من عالم المثال إلى عالم المادة تأخذ قالبا وصورة جديدة. وإذا تمت هذه المقدمة بمبانيها المحققة في محلها، بعد يمكن لحقيقة واحدة أن تكون لها ماذا؟ فالصورة لو صور متعددة يعني تظهر بقوالب متعددة، تظهر لأهل الحس بلباس ولأهل المثال بلباس آخر ولأهل العقل بلباس ثالث، ولهم الذين هم أهل الله تظهر لهم بلباس.